انت بتسمي الاشياء باسمائها، جاهزه؟ يلا تفضل. لشيء استجواب؟ يلا استجواب. اوكي. من هي التي تجلس على عرش الغناء المغربي؟ اسم. اسم؟ اسمي انا. اسماء المنور. عشان ما افوتش في الحيط مع اي حد. سؤال تاني. قول. اللي اليوم بدهم ينتقدوك على اجابتك اسماء المنور، شو راح تقولي لهم؟ انا. اكدها تو تايمز. مصرة. انا. بالكتفين هالمرة. ثالث سؤال خليني انا اطرحه عليك. اوكي. اذا انت بتتربعي على عرش الاغنية المغربية، سميرة سعيد وين بتكون؟ لا، سميرة سعيد يكون في الوطن العربي كله، تحددت في المغرب اللي بينتج انتاجات كثيرة مغرب. اسماء المنور.